تسبب التسجيل الصوتي المنسوب لزعيم أحداث الحسيمة ناصر الزفزافي في فتح تحقيق إداري معمق خلصت نتائجه إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي راس الماء بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التدريبية المناسبة. وفق بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صدر اليوم الاثنين في سياق متصل قرارات المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج قرارات تأديبية في حق مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بسبب ما أسمته المديرية بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر. وعمدت المندوبية كإجراء تأديبي في حق المخالفين إلى توزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية. كما ستمنع المندوبية وفق الإجراءات التأديبية الجديدة الزيارات العائلية والتواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما وذلك تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها.